من جهة سؤال حضرتك، ايه اللي تقدر تقوله لي كمسلم علشان تقنعني انا باني اصير مسلما واترك مسيحيتي؟ انا هقول لحضرتك بسرعه ثلاث اسباب على سبيل المثال وليس الحصر. نمبر 1، في المسيحية عند حضرتك يعني جنة ملهاش معنى، لأن السماء عندنا في تعريفنا كمسيحيين هو المكان المليان بحضور ومجد الله، لكن في الإسلام هي جنة مليانة بحور العين وأنهار خمر وسيعطى لحضرتك 72 حرية للتمتع. ولو مش مقتنع بالجنة لأنها في الآخرة ومش صابر للوقت ده، هدي لحضرتك السبب الثاني، انه في مميزات على الارض. في المسيحية حضرتك مسموح لك تتزوج لامرأة واحدة فقط، ويجب ان تخلص لها بالرغم من مرضها او عدم قدرتها على الانجاب، لكن في الاسلام يحق لك ان تتمتع باربع زوجات وليس واحدة فقط، وتتزوج وتطلق بمجرد كلمات. وليك الحق لو زوجتك لم تشبعك جنسيا او حتى لم تقدر ان تنجب لك ولدا او ذرية، حقك انك تطلقها وتتزوج بغيرها ولا عتاب عليك، هذا محلل لك شرعا وقانونا. اخر حاجة السبب الثالث، لو حضرتك لسه مش مقتنع انك تسيب مسيحيتك وتصير مسلم، ضمن وصايا المسيحية واضحة جدا لا تكذب، لكن الميزة في الإسلام إن إله الإسلام يعطيك الحق في الكذب للخروج من إمرأتك في ثلاث حالات أو ما يسمينه بالتقية. كل دي مميزات بعرضها لك يا أسيس نزار، وعلى كل المشاهدين ليهم الحق الاختيار في الدين اللي يناسبهم. ربنا يبارك. شكرا كثير أخت نهال. يعني هاي معلومات طبعا احنا عارفينها، انا عم بحاول اتكلم على الشيء الجوهري، انه بهوية يسوع المسيح، ارسالية يسوع المسيح، الرسالة، كيف انتشرت الرسالة، لو انا عاوز اختار دين هل الي الحق او ما الي الحق، يعني كل هذه الاشياء الجوهرية اللي هي طبعا انت بتتكلم في عشرات المفارقات اللي احنا ممكن نتكلم عنها، بس مش هاي يعني إرساليتي. أنا إرسالتي يسوع المسيح، وبرد على تساؤلات كثيرة اللي هي واضحة جدا في الكتاب المقدس، إنه المسيح هو مخلص العالم، وإنه مات من أجل خطايا كل العالم، وإنه إرادة الله أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون.